ليك يا كابتن عيسى السعيد، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان وكل نجوم الاستوديو التحليلي. كريم، اوصف لنا الاجواء عندك في صاله الامير عبد الله الفيصل. هل الفرقتين بدلوا عمليه الاحماء المباريات اللي قبلينا؟ هل في مباريات تانية اتلعبت على نفس الصاله ولا كانت بتتلعب في الصاله الصغيره؟ يعني اوصف لنا الاجواء واستعدادات الفريقين للمباراه. بالفعل يا كابتن عيسام، يمكن طبعا بيسبق هذه المباراه كانت مباراه كره يد للكابتن عاصم حماد. رجال كره اليد النهارده كانوا بيخوضوا مباراه امام طلع الجيش هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل، انتهت منذ لحظات بسيطه. كان قرار ان تكون المباراه على صاله الشهداء، الصاله اللي بيدرب عليها سيدات كره السله النادي الاهلي بصفه مستمره وبيخوضوا عليها المباريات، لكن طبعا نظرا للتكريم ونظرا ان هي مباراه نهائي منطقه القاهره، فاكيد كان القرار قرار مميز ان يكون في الصاله الرئيسيه، صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، لحضور اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وتكون اكيد طبعا في تكريم عقب انتهاء هذه المباراه. لو برجع معاك كابتن عيسام، يمكن كابتن ايهاب الالفي كانت مباراه الامس الاهلي وليبروس مباراه اكثر من رائعه، مباراه كانت صعبه جدا جدا جدا، انتهت في الثواني او الثانيه الاخيره من المباراه بنتيجه 75-74. المباراه يمكن النادي الاهلي كان اوت اوف فورم في المباراه، يمكن بتكلم مع كابتن ايهاب قبل هذه المباراه قال احنا ما كناش في المود، ما كناش مركزين بشكل كبير في المباراه دي، لكن هو اجتمع مع اللاعبات، كان في تحميس كبير، كان في تعنيف بلغه كره السله كده، والتركيز الشديد لابد يكون في مباراه اليوم بطوله منطقه القاهره، بطوله ان شاء الله تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. واكيد كابتن ايهاب كانت محاضره مهمه، محاضره مميزه، اتكلم فيها طبعا على كل الجوانب الخططيه لفريق نادي الجزيره للنادي الاهلي هيواجهه في مباراه اليوم. يمكن زي ما بنقول لسه حتى هذه اللحظه الفريقين لم ينزلوا الى ارض الملعب، بيجهزوا طبعا دلوقتي كل العمال المتواجدين في صاله الامير عبد الله الفيصل لتجهيز الباسكت طبعا لفريق نادي الجزيره والنادي الاهلي نظرا للمباراه التي كانت سبقتها مباراه كرة اليد. بنتمنى كل التوفيق للكابتن ايهاب الالفي، كل اللاعبات ان شاء الله تتوج بهذه البطوله، بطوله منطقه القاهره تكون من نصيب سيدات النادي الاهلي. اكيد حتى هذه اللحظه كمان يمكن طبعا كنا عايزين نقول التشكيلين للفريقين، لكن لسه كابتن موسى علي طبعا المدير الاداري لانسات كره السله لسه حتى الان لم يظهر التشكيل الخاص بفريق النادي الاهلي ونادي الجزيره، لكن في خلال لحظات ان شاء الله يكون معانا التشكيلين، وايضا ان شاء الله في حاله وجود اي من اتحاد كره السله اللي يكون متواجد طبعا في المقصوره الرئيسيه اكيد هيكون لنا اللقاء معاه لمعرفة مستوى الفني للبطولة وأيضا رؤيته للمباراة النهائية الأهلي والجزيرة على صالة الأمير عبد الله الفيصل. الأمور ماشية بشكل مميز هنا كابتن عيسم، وينقص التوفيق لكابتن إيهاب الألفي وكل لعبات كرة السلة بالنادي الأهلي. عودة لك كابتن عيسم وكل نجوم الاستوديو التحليلي. زميل كريم أحمد، شكرا جزيلا، وأكيد هنرجع لك تاني لما يتحط تشكيل الفريقين، لأنه مهم جدا نعرف مين تم استبعاده ومين تم الدفع بيه.